وللمتابعة مشاهدينا ينضم إلينا استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار بهبري. مساء الخير. بداية، ما تعليقكم بعد أخذ ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا؟ أولا هذا يعني إيمان وتأكيد على حرص القيادة وولي العهد ليكون تأكيد لثقته بكل العلماء والمختصين اللي أجازوا التطعيم للمملكة العربية السعودية. هذا مما يؤكد على ثقتهم بأبنائهم اللي هم متأكدين من فعالية التطعيم ومن سلامته. فبالتالي الآن هذا مثال حي لكل من يعيش على أرض هذا الوطن على إنه القيادة نفسها تكون من أوائل الأشخاص اللي يحصلوا على التطعيم للتأكيد على سلامته وفعاليته. فبالتالي الآن إحنا نحتاج إننا دائما نقارن ما بين الرسائل الفعلية اللي أمامنا بتحصل وما بين رسائل الواتساب اللي فيها كثير من التشكيك وكثير من التضليل اللي بيحصل، مما أثر على كثير من قرارات المواطنين والمقيمين في أخذ التطعيم. الآن هذه رسالة حية واقعية على سلامة وفعالية التطعيم. جميل. ما هي الرسالة التي يجب أن تصل لجميع المواطنين وكذلك المقيمين بعد هذه الخطوة التي قام بها ولي العهد؟ الخطوة بكل يعني بكل جدارة نقول إنه الحمد لله المملكة قادت الأزمة والجائحة بكل نجاح، والآن إحنا على بدء أول خطوة للتحكم الكامل وإنهاء هذه الجائحة بإذن الله. نحتاج وعي المجتمع والثقة في علمائهم والمختصين اللي أجازوا التطعيم، والآن القيادة تضرب مثال واضح للتأكيد على فعاليته. وإذا كنا إحنا كلنا اتحدنا وآمنا بأهمية أخذ التطعيم لإيقاف الجائحة حنوصل بإذن الله لبر الأمان أقرب من أي، يعني إحنا الآن أقرب من أي وقت مضى. جميل. تعلم دكتور نزار بأن عدد المسجلين في تطبيق صحتي هنا في المملكة وصل إلى أكثر من نصف مليون، ما دلالات ذلك؟ يدل على وعي المجتمع وثقته في كل الأطباء وكل المختصين اللي أجازوا التطعيم. لكن أؤكد لك بإذن الله إنه بعد الخطوة اليوم والرسالة الواضحة لولي العهد حفظه الله، أنا متأكد بإذن الله إن وعي المجتمع وإيمانهم بالقيادة حيخلي هذه الأرقام أضعاف في الأيام القادمة. جميل. الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة حاليا عبر تقديم الخدمة لكبار السن والذين هم في حاجة إلى هذا التطعيم، ماذا نفهم وما هي الدلالات؟ إنهم بيقدموا الشريحة اللي ممكن إنها تنضر بشكل أكبر لا سمح الله من إصابتهم بالكورونا. الشريحة اللي إحنا كلنا نهتم بها ونعرف قد إيش نقدر، وهم الفئة الأهم عندنا في المجتمع إننا نحافظ عليه. التطعيم إحنا من أوائل الدول اللي وفرناه للمقيم وللمواطن، فبالتالي هذا على قد ما ممكن إنه القرارات اللي فيها إيقاف للسفر وإيقاف لكثير من الأشياء الاقتصادية، لأننا المملكة قدمت روح الإنسان على أي شيء آخر أيا كان هذا الإنسان اللي يعيش على أرض هذا الوطن، قدمت له التطعيم علشان تحميه من أي أضرار ممكن إنها يعني تأثر على صحته. جميل. دكتور نزار، مع تطور سلالة جديدة اكتشفت بالأمس في نيجيريا وقبل ذلك في المملكة المتحدة، هناك تخوف، ماذا يمكن أن نقول؟ بكل بساطة دائما لما يحصل عندنا أي تحور، وهذا متوقع دائما في الفيروسات، إحنا ننظر إلى أي أحماض أمينية تم فيها التحور، هل هي الأحماض الأمينية اللي موجودة في التطعيم أم لا؟ إذا لم تكن في الأشياء اللي موجودة في التطعيم فهي تدينا راحة كبيرة جدا بأن التطعيم فعال. ثم ننظر إلى البروتينات والأحماض الأمينية اللي ممكن إنها تزود من انتشاره أو تكون أكثر خطورة. فبالتالي الحمد لله تأكيد معالي وزير الصحة
بناء على الدراسات العالمية إنه الحمد لله فقط الفيروس بيكون أكثر انتشارا، لكن الحمد لله ليس أكثر خطورة. والأهم من هذا كله إنه التطعيم ما زال فعال ضد السلالات الجديدة. نعم، في المملكة نلاحظ هناك تراجع كبير في عدد الإصابات ولله الحمد، ولكن في المقابل في الدول العالمية خاصة في أوروبا تشهد ارتفاع، ما تفسيرات ذلك؟ بكل بساطة في الدول، في كثير من الدول سواء الأوروبية أو أمريكا، إحنا شفنا لما المجتمع يتخلى ويروح معاكس لتوجيهات مثلا المسؤولين ويقوم يصروا على عدم لبس الكمامات ويصروا على المخاطرة، هذا اللي يقوم يحصل في المجتمعات. لما يكون المجتمع الواعي هذا اللي الحمد لله اللي نعيش فيه في أرض المملكة، اللي هم ملتزمين إلى الآن بلبس الكمامات وملتزمين بالتباعد الاجتماعي في أغلب الأماكن الكبيرة والمكتظة، هذا الحمد لله يبين أنه فضل الله ثم وعي المجتمع هو اللي ساعدنا أن نوصل لهذه الأرقام. جميل، شكرا جزيلا إذن للدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية على كل هذه التفاصيل.